نبع مع عصام النبي شويه حواوشي كده من ايدك، احلى يعني انت اللي حواوشي، عامله وانت اللي بتحشيه برضه. احلى حواوشي. انا رحت النهارده الفرن الصبح جبت العيش خمس البلدي سرغفه وجيت بلدي عادي، والله جبتهم من الله الفرن. ينور عليك الله والله ينور عليك الله ينور عليك. تمام. مش لازم مقص. يلا مش لازم مقص. نفتح العيش. جميل. تمام. العيش ناشف. حلو الكلام. والمعلم عصام ايه، هنعيد التتبيله اللي احنا عملناها لايه؟ للحواوشي. هو حط طماطم مفرومه وحط بصل مفروم وفلفل اخضر مفروم وجاب اللحمه المفرومه اللي هو اللحمه المفرومه كانت عباره عن ايه يا عصام، ممكن تفكرنا؟ كانت عباره عن نص كيلو لحمه عليها ربع كيلو بوش. ماشي تمام. سمين. سمين. وفرمناهم. وفرمناهم مع بعض. حطينا الخلطه كلها مع بعضها مع الملح والفلفل. لا بس انا ما حطيناش عليها اللي هو الفلفل الاخضر بتاعنا والبصل بتاعنا. احنا بنقطعه قطع صغيره مفروم. ويتقلب عليها عشان يبقى معايا. تمام. موجود كده. موجود. طيب تمام. انا عملت ورقه الرغيف اتفتح معايا تقريبا. ايوه. 100 جرام بس. امال اللي بيقعدوا يعملوا الرغيف ده ما بيبقاش حلو يا شيخ. لا والله والله مش بيبقى حلو. مش هينشف. احنا عايزين ال 100 جرام. وحطيت ال 100 جرام جوه اهي وادوس عليها من هنا. حلو. صلاة النبي. تمام تمام تمام. في بقى ناس مش بتعرف تسوي العيش زي ما احنا بنعمله كده. ممكن تعصج اللحمه المفرومه ديت وتفردها بعد كده في العيش وتدخلها الفرن تاخد وش بس. بس ده كده مش حواوشي. هيبقى حواوشي برضه وهيبقى جميل يعني. انت تعصج اللحمه وتحطها هنا في العيش وتاكلها وتتحط في الفرن بعد ما تتعصج. الفرن بعد ما تعصج. طب ليه تتحط في الفرن؟ عشان خاطر السمنه اللي فيها العيش يشربها. تمام. التسويه اهم حاجه في الحواوشي يا شيف. ايوه. التسويه لو زادت شويه بينشفه قوي ويمرر. ويمرر. العيش يمرر على طول يبقى طعمه مر. تمام. طب هو انت ما بتدهنش يا عصام؟ هو المفروض دلوقتي هندهن. على الشوايه. هندهن. احنا هندهن بقى العيش نفسه. هندهن العيش نفسه. هندهنه ايه؟ زيت. زيت بس. طب ما هو كده كده مش اللحمه كده انت حاطط فيها دهون؟ الدهون عقبال ما اللحمه تسلي من جوه هيكون اللي قدام اتحرق. تمام. فبتديها شويه زيت. فبنديها دهنه زيت بسيط. ريحه السجق تهبل ما شاء الله. الف 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 هنا لكل اللي هيعمل. حامل. ايوه معاك. اعمل لك رغيف في حته لحمه كتيره شويه. في ايه؟ اعمل لك رغيف في لحمه كتيره شويه. بالظبط. انا عايز اقول لك كده بصراحه ومكسوف منك. 100 جرام ايه يا عم عصام اللي تقضينا في رغيف؟ انا عايز افهم. عايش. الله اكبر عليك. نجيب لك صاج. طب بقول لك ايه، لو عندي شوايه. شوايه ايه؟ لو عندي شوايه فحم. ده يبقى خرافه. بس ايه؟ هيبقى خرافه على الشوايه الفحم. بس هيبقى ليه موضوع تاني. لازم ينزل في الشوربه العيش. ده ليه شوربه. زي الرواق كده تحطه وتحطه على الشوايه ويتحط على الشوايه عشان ما ينشفش. عشان ما ينشف. جميل. تمام. ده زيت ناشف. لا زيت. تمام كده. بعد ما عملنا الحواوشي. جميل. مش كتير، حاجه بسيطه خالص. بس بدهن الايه في الصاج. ايه عايز فرشه؟ فرشه هنية. احلى فرشه للمعلم عصام. حبيبي يا شيف. اتفضل يا باشا. تمام. كفايه الاربعه؟ ماشي. نسيب ده يعني ممكن ايه اخده على الشوايه. خليه هنا جنبه هنا الشوايه ونسيبه ثانيه. ماشي.